رقيتك واسترقيتك من عين وسيم ومن عين إسراء ومن عين شكشوكة وبسبوسة ومن عين كل اللي شافك ومصلاش على النبي. الحمد لله على السلامة، نورت اللعبة يا موصل. خمس دقايق هلبس بسرعة واجيلك. تعالي هنا تعالي هنا، انت مش هتلبسي ولا هتيجي معايا، انت هتفضلي قاعدة هنا لغاية ما اروح اخلص لعب واجي. ويكون في علمك الشغل العشوائي بتاعك ده انا ما بحبوش، في نظام في اللعب، لما احتاجك هقول لك، ده لو احتجت لك اصلا. صحيح، هاتي 5000 جنيه. ليه بقى ان شاء الله؟ تكوسه. تكوسه ب 5000 جنيه؟ مصاريف اللعبه يا شيمو، مش في مشاوير لازم تتعمل وطلبات لازم تتجاب عشان نكسب؟ انسي بقى شغل الهوا بتاعك انت واختك ده، في نظام في اللعب. خلاص، اتنيلت، عرفت ان في زفت في الزفت، بس انا لما كنت بلعب ما كنتش بصرف المصاريف دي كلها. بلاش. خلاص خلاص، هجيبهم لك يا استاذ موصل، بس انت قول لي بقى. ايه خطتك عشان نكسب التحدي ده؟ احنا كل اللي مطلوب مننا ان احنا نسلم مجرم للعداله. يبقى لازم ندور على مجرم. ولا يا كوكي، هو انت مش كنت قلت لي ان انت بقيت هاكر وبتعرف تخش على مواقع الناس وتسرقهم وكده؟ اه اتعلمتها اونلاين. احنا هنسلم ابنك بدري قوي يا موسى، بدري قوي. كوكي، تعرف تهاك الموبايل ده قدام عمو الظابط؟ لا يا موزو، ده حرام، مش هعمل كده ابدا. يعني ده حرام وعقوق الوالدين وعدم سمعانا كلام ابوك مش حرام؟ سيبك منه يا موزو، كده اللعبه هتبقى سهله ومش هيبقى فيه متعه في اللعبه، خليه للاخر. اقنعتيني، نشيله الحاجه اكبر. دورك جاي، خش هاتي ال 5000 جنيه. حاضر. تعرف تخش على حساب ساويرس؟ يا حبيبي صبحتي يا حبيبي. صباح الفل يا بيسو. صباح الفل يا ايسو، يا احلى ايسو في الدنيا. عملتلك بقى احلى فطار لاحلى تيم لاحلى كامباك في العالم، بالبسطرمة بقى والليمون مع اصفر وخيار وكده. ناكل بقى ونقعد نفكر في المهمه. ربنا يخليك لي يا حبه، ريحته تحفه، بس للاسف مش هلحق افطر معاك، متاخره جدا على الشغل ويا دوب اروح. طب والبيض واللعبه؟ انا معتمد عليك يا حبه، خلاص اللعيب الاصلي رجع بالسلامه، وكمان اللعبه عايزاكم انتوا اللي تلعبوا. سلام يا ارجل واحلى زوج في الدنيا. اه صح وسيم، انا سبت لك 10000 جنيه على الكومودينو عشان لو احتجت اي حاجه في المهمه. وسبت لك كمان. خلاص يا حبيبتي، البيض بقى في كل حته، اتفضلي انت. كل ايه بقى؟ ناكل خيار؟ مين يساعدني في المهمه دي؟ مفيش غيره. ايه؟ عايز ايه يا وسيم بيه؟ حياه ابوك، انا جسمي مفهوش مكان لضربه، انجز عشان ماسك حرامي. ماسك حرامي يا ابن اللعيبه، انا قلت انت اكيد هتكسبنا بس مش بالسرعه دي. بقول لك ايه، خليك ماسكه، اوعى تسلمه لغايه ما اجي لك. يا عم ماسك حرامي بجد، انا بساعده عشان ما يقعش. انجز، كنت عايز ايه؟ بس ركز، انا بتزحلق منك. يا سلام، يعني هي المكالمه اللي هتعطلك؟ ملناش نصيب فيها يا وسيم بيه، اللي انت كنت عايز الحرامي ليه لا مؤاخذه؟ بقول لك ايه، انت لسه صايع ولا لعبك مع الستات خلاك بقيت طري؟ فاشر، ده انا ارجل من الرجوله، لو عايز حراميه محترفين اجيب لك حراميه محترفين، لو عايز قتله مسلسلين اجيب لك قتله مسلسلين. لا بقول لك ايه، ليه العك ده؟ خلينا في الحاجات لسه البسيطه دي، خلينا في اول طريق جريمه. انا عايز حد يتمسك بسهوله، حد كده عبيط. بقول لك ايه، تجيب لي حرامي غسيل. حرامي غسيل ايه ونيله ايه؟ ما تقلش مننا يا وسيم بيه، اقفل اقفل بقى دلوقتي، الله يخليك. جميل، بقصر معاك معقوله، نسيت هزار وسيم حبيبك. طيب خلاص، اقفل اقفل ودور لي على اي حاجه كده وانا جاي لك دلوقتي.